السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه Ask Your PDF. عندك ملف PDF هتبدأ ان انت ترفعه ويبدأ تناقش فيه كأنك بتتكلم مع شات GPT عن الملف دوت. وليكن الملف دوت هقول له Open، فيبدأ يعمل له Upload ويفهمه ويبدأ ان انت بقى تناقشه فيه، يعني يبدأ ان هو يستوعب الملف دوت. كان يعني عندك حد متخصص قرا الملف دوت ومتخصص فيه. ممكن يكون الملف ده اصلا مش تخصصك، حاجه في القانون، حاجه في الطب، حاجه هنا، حاجه هنا، فيجيب لك الخلاصه بقى، بيقول لك بقى اكتب الاسئله اللي انت عايزها ويبدا يجاوب عليها من الملف دوت. طيب خلينا نساله، تمام، نبعت له السؤال هو يبدا يجاوب عليه، تمام، من خلال الكتاب ده، يعني مش من خلال النت كله، لا، من خلال الجزئيه دي. ماشي، ونقول له يلا بينا. بيقول لك الملف ما فيهوش ال او دي، فهو فعلا بيدور في الملف ده، مش بيقعد يدور في كل حاجة. طيب خلينا نسأله بقى give me summary. summary. يقرأ الكتاب ويديك ملخص الكتاب. فموقع ممتاز جدا، كان ناس كتير سألتنا على الفكرة ديت، فده ان شاء الله يفيدهم.